في 43 من العمر أفحج جاستين ترودو رئيس وزراء كندا الجديد بعد أدائه اليمين الدستورية في أوتاوا في إقامة الحاكم العام ديفيد جونسون، وذلك بعيد استقالة سلفه ستيفان هاربر الذي قاد الحكومة السابقة منذ 2006. ومن أهم أولويات حكومة ترودو العاجلة سيكون مؤتمر المناخ في العاصمة الفرنسية، حيث سيعمل على تحسين صورة البلاد التي خرجت من بروتوكول كيوتو. اللافت أيضا في حكومة ترودو أنه عين جودي ويلسون ريبولد وزيرة للعدل وهي من السكان الأصليين، وسوف تتكفل بتنفيذ وعود ترودو ببدء تحقيق عام بشأن اختفاء ومقتل 1200 امرأة من السكان الأصليين منذ الثمانينات، وهي مسألة ظلت دون تفسير.